الأرض لولاه. أتذكر كم تزاحمنا نرتله، فعلمنا إخاء ما نسيناه. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي السوداني، تقنية متقدمة وقيم تستمر. وكان الحب للقرآن رائدنا، وما نلنا الأمان البيض لولاه. أتذكر كم تزاحمنا نرتله، فعلمنا إخاء ما نسيناه. بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد يا مولاي في السر والجهر، على نعمة القرآن يسرت للذكر، وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر. صليت تعظيما وسلمت سرمدا على المصطفى والآل مع صحبه الزهري. أحبتنا الكرام مشاهدي ومستمعي قناة طيبة الفضائية وإذاعتها، وحييكم بتحية الإسلام، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حق التلاوة. يتجدد اللقاء بنا وإياكم أحبتنا على مائدة القرآن، نتلوه ونتدارسه ونقف عند أحكام التلاوة والمعاني فيه، نستظل بظلاله الوارفة ونستقي من معينه الذي لا ينضب. آيات هذه الحلقة أحبتنا الكرام هي فاتحة سورة الزخرف من الآية الأولى إلى الآية الرابعة عشرة، ونجد هذه الآيات في صفحتي 489 و490. إذن نبدأ بحول الله وقوته بتلاوة هذه الآيات المباركات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا
وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إذن هذه الآيات المباركات أحبتنا الكرام هي آيات هذه الحلقة. كما يسعدنا أحبتنا أن تشاركون الحلقة، أن نستمع إلى قراءاتكم وتلاواتكم في آيات الحلقة عبر رقمي التواصل 0183 40 77 77، أو الرقم الثاني 0183 43 84 97. مضى معنا الحديث أحبتنا الكرام في معاني آيات سورة فصلت، وقفنا في نهايات هذه السورة عند قول الله سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم مدحا وثناء وإعلاء: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. هذا الكتاب كتاب عزيز، وهذه الآية فيها تهويل ويعني فيها تعظيم وتفخيم، لأن هذا القرآن معجز، فهو كثير المنافع وهو عديم النظير والمثيل، وهو منيع لا يأتيه أو لا تتأتى معارضته، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل فيما أخبر من الأخبار السابقة ولا من خلفه ولا من بين يديه، يعني في مستقبل الأيام. حفظ الله عز وجل هذا القرآن في اللوح المحفوظ، وحفظ هذا القرآن عند تنزله على الرسول صلى الله عليه وسلم، وحفظه في الصدور وحفظه في صدور الرجال، فهو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وحفظ الله عز وجل هذا القرآن حفظا تاما. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهو تنزيل من حكيم حميد، صاحب الحكمة المطلقة سبحانه وتعالى، فهو الذي يصدر هذه التشريعات وهذه الأوامر، وهو محمود عليها سبحانه وتعالى، محمود على هذه الأحكام، محمود على هذه الشرائع وما أمر به من العبادات، لأن ذلك كله فيه مصلحة خالصة ومصلحة لخلقه. لذلك هو سبحانه وتعالى مستحق للحمد والثناء في تنزل هذا القرآن وفي الهداية إليه. ثم بين سبحانه وتعالى ما يكون من شأن الرسل في هذا المقام من مقام التكذيب من أقوامهم، وفي الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. يعني الكلام الذي قالوه لك في إعراضهم عن هذا القرآن وصدهم عن آيات الله سبحانه وتعالى، وما تناله من أذية وما يصيبك من أذية القوم، فإن هذا شأن سابق سار عليه الأنبياء السابقون والمرسلون. ما يقال لك، الذي يقال لك من شأن تناول عرضك أو تناول ما جئت به، فإنه قد قيل للرسل من قبلك. وهذه كما قلنا فيها تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم عما يصيبه من أذية الكفار، يعني ما يقال في شأنك وشأن ما أنزل إليك إلا مثل ما قد قيل في حق الرسل من قبلك، وهذا مما لا يلتفت إليه وينبغي أن تعرض عنه، وهذا من شأن الجاهلين. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ذو مغفرة لأوليائه والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمصدقون من أهل الإيمان، تنالهم أو ينالهم ذلك مغفرة الله سبحانه وتعالى. وأما أهل التكذيب والإعراض وأهل العداء فهؤلاء موعودون بعقاب أليم، قال وذو عقاب أليم. فلذلك
سوّض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل لا يجزي المصدقين ويجازي المكذبين وينتقم لك منهم. ثم بيّن القرآن أن هذا الكتاب لو ذهب مذعنا لما يعني تناوله القوم وطلبوه من مطالب لكان ذلك أيضا مدعاة لتكذيبهم، يعني لا ينفع التنازل أو التنزل إلى مطالبهم. قال سبحانه وتعالى في بيان بعض ذلك: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يعني لو نزلنا هذا القرآن وجعلناه بلغة غير لغتكم من لغة العجم مثلا لكان لهم أن يقولوا، لكان لهم عذر أن يتذرعوا بأن يقولوا هذا الكلام أنزل بغير لغتنا بلسان عجمي، فكيف ينزل إلى قوم لسانهم عربي. أما لو أنزلناه بلغة العرب، يعني ما دام أن الله عز وجل أنزله بلغة يفهمونها ويعقلونها وهم من هم يعني في شأن اللغة ومقام الفصاحة، فكيف يمكنكم الادعاء بعد ذلك أن تقولوا وتتذرعوا بحجة مثل أن تقولوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر؟ إذن هذه حجة داحضة. لذلك قال لقالوا لولا فصلت آياته، يعني لو كان أعجميا يعني هل لا بينته لنا بلسان نفقه؟ أعجمي وعربي يعني أكلام أعجمي ورسول عربي؟ هذا يعني مما من المفارقات. فالمقصود بيان أن آيات الله سبحانه وتعالى جاءت على وجه من الفصاحة والبيان، وأن القوم يعني أسقطوا في أيديهم وبالغوا في تعنتهم وطعنهم ويتعللون بما لا ينبغي أن يتعلل به. لذلك بيّن القرآن أن هذا من لجاجة قولهم، وأن الله عز وجل يهدي بهذا الحق من يشاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هذا القرآن هاد لأهل الإيمان، يهديهم إلى الحق ويهديهم إلى صراط مستقيم، وهو شفاء لهم من داء الجهل والضلالة، شفاء لهم من داء الجهل والضلالة. والشفاء هنا أيضا عام، يعني قد يكون من أمراض القلوب أو يكون من أمراض الأبدان، فإن في القرآن شفاء، وهذه من الأمور التي ينبغي أن لا يهجرها الناس، يعني يهجر القرآن في مقام الاستشفاء به، فإن مقام الاستشفاء بالقرآن مقام عظيم، يعني فيه شفاء للقلوب لأمراض القلوب، وفيه كذلك شفاء لأمراض الأبدان بالتوسل به والدعاء به وتمثله والرقية به. يعني هذه كلها من الأمور التي ينبغي أن يتناولها الناس وأهل الإيمان في القرآن الكريم، وهو في متناول الجميع يعني، وليس مقصورا على بعض الأشخاص دون بعض. فهذا القرآن هاد لأهل الإيمان، يهديهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وفيه شفاء والهداية من الجهل ومن الضلالة. فكل من آتاه الله عز وجل طبعا مائلا عن الحق أو يعني مائلا إلى الحق، فإن الله عز وجل يوفقه إلى سبيل الهدى، فيكون القرآن في حقه هدى وشفاء. أما كونه هدى فإنه يهدي للخير، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم، يدل على خير ما ينفع الإنسان ويرشد إلى كل السعادات. وأما كونه شفاء فإنه شفاء لمن يعني لداء المرض، الجهل، الكفر، كل ذلك الاعتقادات الفاسدة. فمن كان تائها في بحر الظلمات وفي مفاوز الحرمان وشغوفا بأخلاط الشيطان، فإن القرآن
يأتي ويدير له الطريق ويرفع عنه هذه الأوهام. والذين قال والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، يعني هؤلاء هم في ظلمة شديدة قد صمت آذانهم فلا يهتدون ولا يستمعون استماع استفادة وانتفاع بهذا القرآن. فهؤلاء شأنهم كشأن كما أخبر الله عز وجل في تشبيه أولئك ينادون من مكان بعيد، وهذا تمثيل لهم في عدم الاستماع، كشخص يناديهم من مكان بعيد وهم لا يفقهون ولا يستمعون إليه، لأنه يناديهم من مسافة بعيدة، والبعد هنا بعد قلوبهم واستجابة القلوب والعقول لنداء الحق، لذلك لا يكادون يسمعون مثل هذه الأصوات التي تدعو إلى الحق فينساقون إليه. مثال أيضا على ذلك، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، يعني شأن من أو مثال على الأنبياء السابقين الذين أيضا كذبهم قومهم وتعنتوا في الاستجابة له، حتى من قومه ومن بني قومه اليهود في شأن موسى عليه السلام اختلفوا فيه. ولقد آتينا موسى الكتاب، أيضا هو كتاب منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا يعني فيه التشبيه بالقريب بموسى عليه السلام الذي تعنت معه قومه أشد التعنت. قال ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب، يعني ولولا كلمة سبقت من ربك في أمتك التي كذبتك، وهذا الوعيد أو هذا وعد من الله عز وجل بتأخير العذاب عنهم، يعني الله عز وجل لم يعاجل هذه الأمة بالعذاب، الأمة المكذبة، وكما أخبر سبحانه وتعالى ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. لقضي بينهم، أي لو نزل عذاب الله سبحانه وتعالى لاستأصلهم، استأصل هؤلاء المكذبين كما فعل الله عز وجل بمكذبي الأمم السابقة، لأنهم كانوا في شك مريب. وهكذا كان شأن كفار مكة، كانوا في شك من هذا القرآن، بل كانوا يعني يدفعونه ويصدون عنه لأنه قد وقع الشك والاضطراب في قلوبهم. لذلك بين الله عز وجل أن يعني هداية الإنسان لنفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. هنا أيضا قال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فمن عمل صالحا استجاب لنداء الإيمان والإسلام واستجاب لأمر الله عز وجل فإن الخير في ذلك يعود عليه. نسعد أحبتنا باستقبال أول مشاركاتكم، فأهلا ومرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله، تفضلي ارفعي صوتك قليلا. معكم أم أحمد من القضارب. حياك الله أم أحمد، الله يكرمك. نعم تفضلي. الله يسلمك. نعم يقرأ يا أم أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدن علي الحكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين
وما تأتيهم وما يأتيهم وما يأتيهم وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى المثل الأولين ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الحكيم العليم. نعم بارك الله فيك، شكر الله لك يا محمد، أكرمك الله على هذه المشاركة، بارك الله فيك. أيضا نستكمل الآيات بمشاركة أخرى. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضلي. نعم معنا، جزاك الله خير. معك الرحاب من النيل الأبيض. ارفع صوتي قليلا. معك الرحاب من النيل الأبيض. نعم تفضلي، اقرأي من الآية العاشرة. الذي جعل لكم الأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر بغدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نعم بارك الله فيك، شكر الله لك يا أختي الكريمة، أكرمك الله على هذه المشاركة، جزاك الله خيرا. طيب معنا أيضا مشاركة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك انتهاني. نعم تفضلي. من الأول. نعم من الآية الأولى إلى الآية التاسعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض
ليقولن العزيز العليم. نعم بارك الله فيك، شكر الله لك يا أختي الكريمة، كرمك الله على هذه المشاركة. نستقبل أيضا مشاركة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم معكم الله. أم نفيسة. معنا من؟ أم نفيسة. نعم تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي. طيب المشاركة تعثرت مع أختنا الكريمة. السلام عليكم. تحاول مرة أخرى بإذن الله، ونسأل الله عز وجل أن يوصل الأجر كاملا. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. حياكم الله، تفضل معنا. الحمد لله. تفضل. نعم شرق الجزيرة. نعم مع فاطمة العبيد. حياك الله أخت فاطمة، الله يكرمك. تفضل اقرأي نفس الآيات. الذي جعل لكم الأرض مهدا. الذي سورة نعم سورة الزخرف. الزخرف نعم. نعم الآية العاشرة. الذي جعل لكم الأرض مهدا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا فذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نعم بارك الله فيك، شكر الله لك يا أخت فاطمة، الله يكرمك، ثابك الله خيره. ننتقل أحبتنا أيضا لمشاركة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. لك التحية يا شيخ أسعد. حياكم الله معنا. تغريدة طيب جزيلة. تفضلي. نعم الآيات هذا من وين؟ نعم من أول الزخرف، من أول السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين.
وكم أرسلنا النبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن والأرض والأرض ثاني ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. نعم بارك الله فيك، شكر الله لك يا أختي الكريمة، جزاك الله خيرا، أكرمك الله على هذه المشاركة معنا أيضا. ألو. نعم السلام عليكم. ألو. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا له من عباده جزءا. لا، معنى الآية العاشرة، الآية عشرة، الذي جعل لكم الأرض مهدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي جعل لكم الأرض مهدا. بس لو جبت البسملة هنا، البسملة هنا أفضل. لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نعم بارك الله فيك، شكر الله لك يا أخانا الكريم، أكرمك الله على هذه المشاركة وجزاك الله خيرا. طيب لو معنا أيضا مشاركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تفضلي. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. آمين جمعنا إن شاء الله. رجاء من حي النصر شرق النيل. حياك الله أخت رجاء، الله يكرمك. نعم تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين. تاني بس افتح الهمزة. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. نعم بارك الله فيك، شكر الله لك يا أخت رجاء، أكرمك الله على هذه المشاركة وجزاك الله خيرا. بس نبه صفحا أن كنتم، يعني فتحة الهمزة، همزة أن مفتوحة في رواية حفص ومعه. طيب أيضا مشاركة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
صابرين من لا يتكسروا. نعم معنا. نعم صابرين. تفضلي. نعم اقرأ. الآية 7 الآية 10 الذي جعل لكم الأرض مهدا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. الذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أحسنت. نعم بارك الله فيك. شكر الله لك يا أختي الكريمة. أكرمك الله على هذه المشاركة وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك. شكر الله لك. ونتابع أيضا مع مشاركة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. معك تماضر عبد الله من الأبيض. حياك الله أخو تماضر. تفضل. نعم. جزاك الله خير خبي على البرنامج الحسنات. الله يكرمك. نعم جزاك الله خير. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. طيب بس زيد الحاء شويه. حميم. إنا جعلناه قرآنا عزيزا لعلكم تعقلون. إنه في أم الكتاب لدينا فنبلغكم الذكرى صفحا إن كنتم قوما أن كنتم نبي في الأولين وما يأتي نبي إلا كان يستهزئون. فأهلكنا أكثر منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. نعم بارك الله فيك. شكر الله لك يا أخو التماضر. أكرمك الله على هذه المشاركة. جزاك الله خير. وإن كنا لا نسمع بعض القراءة أو لا نجد استجابة لبعض التصحيحات. السلام عليكم. نعم معنا أيضا مشاركة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. تفضلي. نعم نعم من الآية من الآية 10 العاشرة. نعم. الذي جعل لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون.
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نعم بارك الله فيك، شكر الله لك يا أختي الكريمة على هذه المشاركة وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليكم جميعا. طيب معنا أو نستكمل بعض الآيات في معاني آيات سورة فصلت. قفنا عند قوله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ومرت يعني مثيلات هذه الآية في كثير من المواضع. وما ربك بظلام للعبيد، يعني هذا اعتراض مقرر لمضمون ما قبله بما نزله الله عز وجل من إثابة المحسنين وتعذيب المسيئين، أن الله عز وجل قطع على نفسه أنه يحسن إلى المحسنين ويعذب المسيئين. والآية فيها أيضا بيان منزلة الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، فإن الله عز وجل قد حرم الظلم وجعله بين العباد محرما، لذلك نزه الله سبحانه وتعالى نفسه أن يكون ظلام للعبيد، مع أنه الخلق خلقه وهم عبيده، مع ذلك يعني أن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه ونزه نفسه عن الظلم. ثم بيّن سبحانه وتعالى بيان أو إجابة لسؤال سأله المشركون ويسألونه في مواقف، يسألونك عن الساعة، يعني دائما يسألون عن الساعة، وإما سؤالهم سؤال يعني إعجاز أو تعجيز، أو إما سؤال استهزاء، ويعني كأنهم يستخفون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من هذه العقيدة، عقيدة البعث والنشور. فبين الله سبحانه وتعالى أن مرد الساعة إليه، يعني الذي يعلم تحديد وقت الساعة وقيامها هو الله سبحانه وتعالى، لذلك قال إليه يرد علم الساعة، يعني الجواب القاطع في شأن علم الساعة هو إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم وقتها، لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال وما تخرج من ثمرة أو من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، كل ذلك داخل في علم الله سبحانه وتعالى. وما تخرج من ثمرات من أكمامها، أي هذه الثمرة التي تخرج من وعائها، وما تحمل من أنثى كذلك الذي تحمله في بطنها من جنينها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، كذلك وقت وتحديد لا يكون إلا بعلم الله سبحانه وتعالى. وما يحدث شيء من خروج هذه الثمار ووضع هذه الأحمال، ولا يكون من هذه الأحمال ولا وضع واضع، وكل ذلك لا يكون ملابسا بشيء من الأشياء إلا لا يكون إلا بعلم الله عز وجل. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله عز وجل يعني إليه يرد شأن الساعة ووقتها، وهذا مما أحاط الله عز وجل واستأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. فلا المنجمون ولا الكهنة ولا العرافون يعرفون ذلك. ثم بين سبحانه وتعالى أن الشأن ليس معرفة وقت الساعة، ولكن ماذا يكون في ذلك اليوم، وكيف يقابل الإنسان ذلك اليوم، وفي أي فريق سيكون يوم يناديهم هؤلاء المشركون. أنتم مسؤولون عن هذا الأمر، لستم مسؤولون عن
وقت الساعة وميعادها، إنما مسؤولون عما أمركم الله سبحانه وتعالى من القيام بأمره وتوحيده والإذعان لهذا الدين. ويوم يناديهم أين شركائي، هؤلاء الزعماء وهؤلاء الشركاء الذين كنتم تزعمون، وعندئذ تنقطع بهم السبل ويتبرؤون من أنفسهم ومن شركائهم. قالوا آذناك ما منا من شهيد. أين شركاء؟ يعني بزعمكم، كما نصت عليه الآية أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وهذا فيه تهكم بهم. قالوا آذناك يعني علمناك أو أخبرناك ما منا من شهيد، يعني ما من أحد يشهد لهم يعني كأنهم نفوا عن أنفسهم أنهم كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى، كما تبرأنا إليك كما قالوا، فتبرأوا من الشرك ومما كانوا عليه وهم قائمون على حال الشرك بالله سبحانه وتعالى. قالوا وما منا من شهيد، ما منا من أحد إلا وهو موقن وموحد لك معترف بالعبودية لك. وفي ذلك الموقف ضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص، ضل عنهم غاب عنهم وبعد ما كان يعبدونه ويتوسلون إليه ويتوجهون إليه بالدعاء وبالعبادة من قبل يعني في الدنيا، وظنوا ما لهم من محيص. الظن هنا بمعنى اليقين، دائما الظن في القرآن هنا يأتي بمعنى اليقين، وظنوا ما لهم من محيص يعني أيقنوا وتيقنوا ما لهم من محيص، يعني ليس لهم مخرج وليس لهم مهرب من هذا الموقف. ثم بين الله عز وجل طبيعة الإنسان، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، يعني لا يمل الإنسان ولا يفتر من الاستزادة، من لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. طيب لعلنا نرجع لهذه الآية إن شاء الله في وقت آخر بعد أن نستقبل هذه المشاركة. نعم، السلام عليكم. أو لعل الوقت لم يتبقى لنا كثير وقت، لذلك ننتقل إلى آيات الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. فنقرأ إن شاء الله من الآية 15 بحوله وقوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون.
إذن هذه الآيات المباركات أحبتنا الكرام إن شاء الله تكون آيات الحلقة القادمة بحول الله وقوته. نذكر ببعض أحكام التلاوة في آيات الحلقة إن شاء الله تعالى. هذه السورة أيضا من السور التي افتتحت بالحروف المقطعة، هي إحدى الحروف السورة الحواميم التي ابتدأت بحاميم. عند القراءة في الأداء لهذين الحرفين، الحاء من الحروف المد التي تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين، حاء، والميم حرف لازم أو مد فيه مد لازم حرفي مخفف، يعني أيضا يمد بمقدار ست حركات. فإذا حاء ميم، لا يعني لابد أن نعطي الحاء مقدارها من المد الطبيعي، الألف الذي في الحاء مقدار مد طبيعي مقدار حركتين، لا نجتزئها ولا نزيد في مدها. أيضا من أحكام التلاوة فيها بعض القراء يميلون الحاء كما ذكرنا من قبل، من ذكوان وشعبة وحمزة والكسائي وخلف، هؤلاء يميلون الحاء، الألف في الحاء، حي حي ميم. ومنهم من يقلل كورش وأبو عمرو البصري، يعني بين الإمالة الكبرى وبين بين الفتح، ح ح ميم ح ميم. وأيضا معروف مذهب أبو جعفر أنه يفصل بالسكت بين الحرفين. إنا جعلناه قرآنا، جعلناه قرآن، يعني الهاء الكناية هنا وقعت بعد ساكن، لذلك لا نصل هذه الهاء بواو، إنما نضمها من غير صلة. وإنه في أم الكتاب، أيضا في هنا المد المنفصل، نراعي مقدار المد فيه مدا منفصلا مقدار 4 أو 5 حركات عند حفص، وكلنا على مذهبه في ذلك. حمزة والكسائي أيضا انفردوا بكسر الهمزة وصلا عند وصل هذه الكلمة، وإنه في إم الكتاب، وإنه في إم الكتاب لدينا، في حال الوصل، أما إذا وقفوا فإنهم يضمون الهمزة. لدينا لعلي، أيضا المد الطبيعي في الألف هنا. أفنظري الضاد، نأتي بالاستطالة فيها وبيان إطباق وصفة الاستعلاء. الراء مكسورة مرققة، أفنظري أفنضرب عنكم، هنا التقاء الساكنين التخلص منه بالضم، عنكم الذكرى صفحا أن كنتم، يعني همزة أن هنا جاءت مفتوحة عند يعني كثير من القراء، بعضهم يكسر الهمز، هي قراءة صحيحة لكن على غير قراءة يعني أهل الكوفة، هي قراءة أهل المدينة يقرؤون بالفتح، يعني أهل المدنيان وغير عاصم، يعني أن كنتم شذا العلا. نافع وحمزة والكسائي وخلف وأبو جعفر، هؤلاء يفتحون هذه الهمزة أو يكسرون الهمزة إن كنتم، وأما عاصم ومعه فإنهم يفتحون هذه الهمزة أن كنتم. وعندنا هنا توالي إخفاءين، النون عند الكاف والنون عند التاء، أن كنتم من نبي، تشديد الياء ننتبه له أيضا، مرت مرتين. أيضا عندنا في قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا، مهدا هكذا قرأ أهل الكوفة، والباقون مهادا في قراءة أبو عمرو معهم أيضا. سبلا، سبو عندنا ضمتين توالي الحركتين معا، ننتبه له أيضا. فأنشرنا أو قبلها، والذي نزل من السماء ماء، مد متصل، ماء بقدر، بقاء القاف لابد أن نظهر تشديده أو صفة الشدة فيه والاستعلاء. فأنشرنا به بلدة ميتا، ميتا بالتخفيف بدون تشديد، وأبو جعفر انفرد بتشديد. كذلك تخرجون، هذه قراءة أيضا الجمهور، أما ابن ذكوان ومعه فإنهم يقرؤون تخرجون بالفتح.
أيضا لتستووا على، لتستووا تمكين كسرة اللام لي، لتستووا على أيضا الواو المد فيها المد الطبيعي ننتبه له أيضا في ذلك. لعل أحبتنا الكرام هذا ما تيسر من بيان بعض أحكام التلاوة في هذه الآيات، وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام الحلقة. نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا وختامكم وختام المسلمين. شكرنا موصول الذين ساهموا في هذه الحلقة فأسمعونا قراءاتهم وتلاواتهم، الذين حاولوا المشاركة والذين تابعوا الحلقة ويتابعون إعادتها، إخوانكم الذين هيئوا هذا اللقاء فوصلونا وربطونا بكم، الرعاة للبرنامج. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك كله في ميزان الحسنات، وأن يرفع به الدرجات، وأن يحط به الخطيئات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لولاه أتذكر كم تزاحمنا نرتله، فعلمنا إخاء ما نسيناه. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي السوداني، تقنية متقدمة وقيم تستمر. وكان الحب للقرآن رائدنا، وما نلنا الأمان البيض لولاه. أتذكر كم تزاحمنا نرتله، فعلمنا إخاء ما نسيناه.